والله. واحنا كمان البنيه التحتيه تحديدا يعني الاردن تخطو ايضا خطوات واسعه بموضوع البنيه التحتيه بالامور الطاقه النظيفه خلينا نحكي اللي بيتم اعتبارها، وحتى بنشوف بين كل محطات الوقود او تزويد الوقود هناك محطتين موجوده لشحن السيارات الكهرباء. هلا في هناك العديد من الامور احنا بغنى عنها الحديث، ولكن شيء مهم جدا يجب الاستمرار به، ونحن شفنا بجائحه كورونا شفنا قديش عطلت، بس جائحة كورونا تعافى ثقب الأوزون، وهذا كمان بما أنه بموضوع البيئة كمان هذا شيء مهم للبيئة. هذه البحوث قديش رح تساعدنا نحن في الحفاظ على البيئة؟ ولأنه في بعض الأشخاص بيجي بيحكي لك ما في تفكير بعيد الأمد للأجيال، أنا أولادي أحفادي أحفادك وأولادك، هذا كمان البيئة بدها تكون بيئة نظيفة وقادرة أو قادرين نحن على العيش فيها. احنا قادرين نعيش في البيئه في الارض عموما لما نتفق على حاجه واحده بس، ان احنا نهتم بالبيئه اكتر من اي حاجه ثانيه، نهتم بالبيئه اكتر من الصناعه. يعني في جائحه كورونا ايه اللي حصل؟ كل المصانع اشتغلت بنص دقيقه واقل من نص دقيقه، اقل في بعض واقل في بعض الاحيان وفي بعض الدول، فبالتالي ايه اللي حصل؟ الانبعاثات قلت، فثقب الاوزون تعافى. صح مظبوط. فليه احنا بقى لما هو بيتعافى كده واحنا نقدر نعيش وده اثبت لنا كده، ليه ما نعرفش اهميه النعمه اللي احنا فيها؟ احنا عايشين فيها تمام، سواء بقى احنا في مصر في الاردن في العراق في فلسطين طبعا. في اي دوله عربيه ايا كانت وايا مكانها، احنا دلوقتي بنواجه رساله، احنا محتاجين نطور النقل الكهربي، فيلا نطور ده، يلا نشتغل عليه. انا نعم سنه صغير بس انا شايف اهميه الحاجه دي، عشان كده بتكلم. في ناس اكبر مني وحققت انجازات اكتر مني واعلى مني علميا، ده شيء طبيعي، بس يلا بقى تعالوا نحط افكارنا بتاع الشباب على خبرات الناس الكبيره، صعب تطبيقها على ارض الواقع. يعني انت بتشوف هذه الافكار وهذه البحوثات او البحوث عفوا اللي بتخص البيئه تحديدا صعب تطبيقها بالوطن العربي، او ليش لليوم ما في اهتمام بشكل مباشر مع انه عم نشوف في هناك توجه عالمي وعربي، ولكن العربي خجول نوعا ما؟ هو التوجه العربي صعب لسبب واحد بس، نحن الاقتصاد بتاعنا غير ثابت. يعني نشوف نبص على اقتصاد بعينه كده، اقتصاد مصر، يعني اقتصاد مصر في اخر 4 سنين واجه ذبذبه بعد كده ثبات الحمد لله تمام. فاحنا لو فضلنا في الثبات ده هنلاقي فيه ارتفاع في الاقتصاد، فبالتالي احنا لو قدرنا نعمل ارتفاع في معدل مبيعاتنا وارداتنا تعليمنا في حاجات كتيره، لو قدرنا نعمل فيها ارتفاع بدل الثبات اللي احنا شايفينه دلوقتي نبدا نرتفع، وده شيء انا بقول بالنسبه لمصر يعني ان ده شيء جيد جدا تمام. فبالتالي لما نوصل لمرحله ان احنا خلاص بدانا في مرحله تزايديه نقدر نطبق حاجه زي كده. صحيح. اسلام، هذا الحديث حقيقه مشوق بالنسبه لنا، وبما ان هناك حراك شبابي على صعيد كل البلدان العربيه. صحيح. والدليل اليوم بان مصر هي الحاضنه الحقيقيه لهذا الملتقى العالمي لكل بلدان العالم، خاصه لابتكار ابتكارات الشباب على كل الاصعده، وهناك سماع حتى من اصحاب القرار بالنسبه على صعيد العراق والاردن وفلسطين ومصر.